أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية التجدد في أساليب تشجيع طاقات الابتكار والإبداع باعتبارها القوة المحركة للتطوير والنمو، فنواة التطوير فكرة مبدعة. وقال سموه إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واصلت على توفير البيئة الخصبة التي تسهم في تحفيز الشباب نحو صنع الفرص، مؤكدا سموه على ما تزخر به البحرين من كوادر متميزة في القطاعين العام والخاص وريادة الأعمال، والتي نفخر اليوم بمنجزاتهم وأفكارهم التي تستجيب مع متطلبات التنمية والتطوير التي ننشدها كأسلوب عمل منتج متواصل. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضبية اليوم بأصحاب الأفكار الاثنتي عشرة المتأهلة في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، التي أطلقها سموه نهاية شهر سبتمبر، حيث هنأ سموه الأفكار الأربع التي فازت بهذه المسابقة. كما نوه بجهود المتقدمين واجتيازهم مراحل المسابقة التي تجاوب معها أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام، مما عبر عن حس عال من مسؤولية الوطنية والرغبة في المشاركة لإحداث التغيير الإيجابي في مختلف مجالات الأداء الحكومي. وعرب سموه عن التطلع لتنفيذ الأفكار الفائزة ليعم مردودها على أرض الواقع، ويستمر طرح الأفكار والمقترحات على جميع المستويات بما يعزز آليات العمل الحكومي ومستوى الإنجاز. وقال سموه إن المسابقة أفسحت المجال للكوادر الوطنية التي تخلص بعملها في مختلف المؤسسات الحكومية لتقديم الأفكار التي من شأنها الإسهام في تعزيز مستويات الإنتاجية والكفاءة تماشيا مع أهداف الأولويات الحكومية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن نصب الأعين. ونوه سموه بما قدمه المشاركون من أفكار للتطوير أو لوضع الحلول التي كانت نتاجا لما يتعاملون معه في واقع عملهم أو كمواطنين، ما حقق الهدف الرئيس للمسابقة وهو تحفيز وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بما ينتج الأفكار الخلاقة التي ترتقي بمستوى العمل والإنجاز. وقد تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتكريم أصحاب هذه الأفكار، متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرة عملهم. من جانبهم أعرب الفائزون في مسابقة فكرة عن اعتزازهم بالفرصة التي منحها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عبر المسابقة لطرح الأفكار والمقترحات وترجمتها واقعا ملموسا، الأمر الذي يبعث على الفخر ويمنحهم دورا في إحداث تغيير إيجابي ملموس. وقد تم تقديم 565 فكرة من خلال المسابقة مرت بمراحل مختلفة من التقييم والتأهيل لتصل 12 منها إلى المرحلة النهائية، حيث فاز فيها 3 أفكار باختيار لجنة الوزراء، وهي فكرة ضيافة لأحمد الطريفي من وزارة الخارجية، وفكرة المنصة الإلكترونية للتطوع للشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة وبدور مبارك التميم ومي صلاح عبد الله وهشام مبارك البفلاسة من وزارة الداخلية، وفكرة النظام الوطني للمواعيد لعادل يوسف القلاف من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى فكرة العمل الحكومي من المنزل لعبد الله محمد الأحمد من وزارة الخارجية ونوف محمد الأحمد من وزارة المالية، التي فازت باختيار الجمهور.